يقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية. يعني هذا النوع اللي قلما اليوم عم يتقدم على خشبات المسارح، فنحن بحاجة نرجع نقدم للجمهور هذا النمط الكلاسيكي وما يسمى موسيقى الحجرة. طبعا موسيقى الحجرة هي النسخة مثل ما حكينا النسخة المصغرة عن الأوركسترا، فنحن هون في على عاتق كل عازف أهمية مضاعفة حتى يعزف دوره بدقة تماما يفهم العمل. احنا نحن بنسمع العمل اللي عم نعزفه من مثلا من على اليوتيوب من فرقة معينة، بنسمعه من كذا فرقة لنشوف كيف الأساليب، يعني ممكن العازف يضيف شيء من روحه أكيد، فحتى نحن نبني شخصيتنا بالنهاية كيف عم نأدي هذا العمل. مشروع الحضنة الموسيقية هو بيستهدف الخريجين الشباب، طبعا نحن مجموعة من الخريجين وفي بعض الطلاب كمان السنين المتقدمة مع كمان الأساتذة الكبار. هو مشروع موسيقى حجرة، أنا شاركت فيه من البداية، كنت بالبداية يعني دور البيانو ما كان كتير أساسي، نحن البيانو ممكن يكون مرافقة للآلات الثانية أو للغناء، كنت بالبداية مع المغنيين. اليوم بحفلة الختام البيانو اليوم أساسي بهي القطعة.